بالنسبه لمساله الاغتسال، الان بفضل الله اصبح في ماء سخانات وميه سخنه، وما تلاقيش كده يجيب حله ويحطها على البوتاجاز واخد بالك ويولع النار، في ثواني بفضل الله الامور هيبقى كويسه ويبقى فيها ميه سخنه اغتسل بها. ما فيش اي حاجه في حته ماسوره كده بسلك، بس اهم حاجه ما يحطش ايده في الميه ساعتها يعني، ويحطها في الميه وايه، وخلال 3 دقائق الماء كانها تغلي ويغتسل. فما فيش هناك مبرر ان احنا نقول ان الانسان بعد الاغتسال بيشعر بالبروده الشديده وما الى ذلك، فهل يباح له التيمم؟ التيمم عند فقد الماء او تعذر استخدام الماء. عند فقد الماء او تعذر. طب تعذر لما يترتب على استعمال الماء من وجود اما مفسده متعينه او وجود حرج. ماشي الحال؟ زي مثلا عافاكم الله واحد اصيب بحروق، او واحد مثلا ايده متقيحه عافاكم الله، لو جلد بالماء لكان ذلك مؤذيا له، اذا يجوز له ايه؟ عدم استخدام الماء، لما في ذلك من حصول الضرر ووقوع المشقة. والله تعالى أعلى وأعلم. طب التعذر زي إيه يا أخوانا؟ الماء في مكان بعيد ولو ذهب إليه لخرج وقت الصلاة، لخرج وقت الصلاة، مش فاتته الجماعة، لا خرج وقت الصلاة، يعمل إيه؟ عليه أن يتيمم ليدرك الصلاة في وقتها. والله تعالى أعلى وأعلم.